السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم وكيف أحوالكم كاملين؟ هون رواية وخطيرة، خطيرة خطيرة تماما، خطيرة من عدة جوانب، وهي اتفاقية اللي عدل إبراهيم قالي أيام قياس التنصيب رئيس موريتاني، واللي إحنا ما كنا باقي نتكلموا عنها إلين 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 تخرج. عدل اتفاقية مع عائلة عمار، لكن اللي قاتل طفل، قاتل صيد ولد البوهات، وعدل هو اتفاق مع عائلته باتفاق مع إطار وازن في الدولة الموريتانية. عدل مع اتفاق على أنه تخفيض الحكم، ثانيا نقل الطفل هذا اللي يقولوا له عمار، نقله صور السجن الموريتاني. هون بالمليء كلمة الخط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم وكيف أحوالكم؟ الخبر اللي كان عندنا أصلا، لكن باقي نقوله لين يلحق، لعل يقول حد من الناس عنا سابين عبره ولا قايلين شيء ما حق، هو قضية اتفاقية إبراهيم قالي مع عائلة موريتانية ولدها من الجونات اللي كاتلين لبوه، والعائلة الموريتانية اللي دخلها وساطة إطار في الدولة الموريتانية أيام حضور إبراهيم قالي لتنصيب الرئيس الموريتاني محمد شيخ القزواني، واللي اتفقوا معاهم أنه لا يتوسط لهم على أنه يخرج تخفيض في الحكم، حكم القصاص، والثانية نقل المجرم إلى السجن الموريتاني. يعني هذه الاتفاقية اللي معدل هذا هو لمين العامل البوليزاريو على حساب هذه العائلة الضعيفة اللي لا حول لها ولا قوة، معدلها ضدها، هذا غير مقبول ولا يتقبل العقل ولا يقدر يتقبل العقل. ومنين تخلق خاص ينتطروا جثث الموريتانيين اللي مردومين عند الرشيد ويسلموا لهم، وخاص ينتطروا جثث المقاربة اللي مردوا من فم ويسلموا لهم، وينتطروا جثث الصحراويين ويسلموا لهم، وخاص ما تلاقي الحبس فم موريتاني، لأنه صافي مثلا موريتانيين، وضح عنها موريتانيين لأنه لا يسلم للدولة الموريتانية وقص السجن الموريتاني، بالتالي هو مواطن موريتاني، إذن حتى أبوه وأمه اللي خلاقه في المخيم موريتانيين. إذن هنا في المخيم مجموعة من المرتزقة متقانية من مختلف الدول، وهذا هو اللي نقوله. هون قلت لكم من عات القضية خطيرة، النقل الجاني صور سجون الموريتانية. للعلم الطفيل هذا اللي يقولوا لعمار خلاقه في المخيم ورابي في المخيم، والحكم عليه العاد لا يحكم عليه عن موريتاني، معنى على أنه لا يحكم له المخيم كاملين على أنهم موريتانيين زيين من موريتان، والجايين من الجزائر يحكي عنهم جزائريين، واللي جايين من اسبانيا اسبانيين، وبالتالي هذا هو اللي كنا نقول لكم على انه وقولها المغرب على انها مجموعه من الميليشيات المرتزقه متقانيه، وهذا ثبتوه بهذه الفعله بهذه اتفاقيه تقويلي مع هذه الجماعه اللي ذي هي، معناها على انه هذا اللي قال حقيقي، مجموعه من الميليشيات مرتزقه. وللعلم المجرم خلاقه في المخيم ورابي في المخيم، وإذا حكم عليه بدل الحكم ونقلوا صورة سجون موريتانية. هون يالطنا نفهم رواية، يعني يالط جميع الموريتانيين اللي انقتلوا في الرشيد تنتقال جثثهم وتسلم جثثهم للموريتانيين، ويالط جميع الموريتانيين هم اللي انحبسوا في الرابوني يعودوا، هذا واحد. المسألة الأخرى يالا تمولي الصحراويين كاملين والمقاربة اللي قتلوا همة يا أفريق الحمادة يسلموا جثثهم لأهلهم، هذا في حال توقع هذه الرواية الكارثة اللي حتى وراهم عدلها إبراهيم قالي ضد هذه العائلة الضعيفة المساكين اللي لا حول لها ولا قوة. القضية الأخرى هي على أن، وهذا قد قلناه ولا يتموا لا نكره لا يثبت ذي اللي قد قلنا كامل، على المخيم مجموعة من المرتزقة متقانية
شي جاي من موريتان وشي جاي من مالي وشي جاي من المغرب وشي جاي من اسبانيا وشي جاي من الجزائر. بالتالي اصل صحراوي ذاك هو موجود، ما هو خارق لانهم منين يعودوا تلك اللي يخلقوا في المخيم، منين يعودوا يعدلوا الجرائم، ان قال لهم عنهم موريتانيين يسلموا الموريتانيين، ولا ان قال لهم عنهم جزائريين يسلموا الجزائريين. بالتالي معناها على انه المخيم قاع اصلا متقاني الامنه من البركه من الباقيات الصالحات وتوف. عمر هذا واحد من الجنات، واحد من التركه اللي كاتلين طفل بويهات، واهله راهم في موريتان، هو خلاقه في المخيم. وذاك النهار مشي زعيم بوليزاريو شهر موريتان تدشين الرئيس الموريتاني، تنصيب الرئيس الموريتاني. جاو وحدين اطار، جا اطار ثاني في موريتان، وعائلة الطفل وعدلوا معاه ترتيبه، منها تخفيف الحكم من القصاص. المسألة الثانية نقل الطفل إلى السجون الموريتانية، وهذا إلى خلقت كارثة، أكبر كارثة تخلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ياك لباس ياك الخير، شكلكم جميع لباس، ولاد العم ياك لباس ياك الخير. معكم أخوت الضحية، لا نتكلم عن مرهون حساس. قالوا عن حد من القتلة جاوا داروا عزو وجايبين دياتهم، جايين من قبل اللي هو بعد الطفل الرابع حاق، وقال عنهم ليش يجبروها للضحية ولي عزوهم متاسفين. وحاجة اللي عنهم قاسوا لا الخطأ تصل لها بمجموعة ثانية، تقود لا شيء، ما تقود شيء، ما تقود الحل والمربط، ما تقود نيانا ولا تقود خويا ولا تقود حمدي. نحن رايك رافضين التعازي ولانا قابلينه، ولكن احنا باغي نعزو ولا نقبلوا العزاء، نقبلوا النهار الاول، ما شق بروسنا ولا نتعاقب مع اولاد عمنا ولا نتعاقب مع الناس الثانيه ولا النظام الصحراوي. اضريك نحن الماده ما ندروها والتعازي ما ندروها، خارجين احنا من اولاد عمنا اللي متوالين، وهو قبال ضحيه من اهله، تافقوا على روسنا بغير علم مننا، ما علمونا، وده هو مرفوض. وشي ما هو جاي ديك الخيمة وجاي الحمدي وجاي لأولاده، أراه ما هو خالق، ولا طار ونزلوا وجابوا الرئيس الجمهورية تعازي مانا قابلينه متوخر عقب 6 أشهر، والمادة كنا بغينها نحكموها فاتوا غرونا بالفيزات وغرونا بياسر، أنا أخويا والدنا، وده كان لنا رافدينه حاق بعد. وراهم الناس جاوا دخلوا الحدود استقبلوهم ذوك الجماعة من أهل الجماعة، ما سي عن هي تحكم في ذاك العرش ولا تحكم محمد يتحكم فيه الأخ وتوبوه، ولا راهم معهم إلى قيام عيسى، إحنا بعد ما نشوفوهم ولا يشوفونا حق بعد. وراهم إذا كانوا مخطئ ولا ورانا، وخالق راهم من هون قدام، خالق قال لا ما ضربين، ينكتلوا يقتلهم النظام والله نقتلهم نحن، واللي بغى يطير وينزل. راه أي حد جانا عند الخيمة يناقش ذا الأمر، راه ولي ينتقش عليه الفوي منين نعدف، راه قلتها لكم أنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للموضوع هذا، هاي جماعة باغا تستقبل الجماعة الثانية اللي هم جايين من قبل، الجماعة استقبلتهم راهم لا سارقين القضية وسارقين الملف، معناها انهم لا سراري. عليك البهات هاك لباس خير الحمد لله ان شاء الله يا لباس. هاي تكلم الحمد لله محمد بابي، فهم راه ما خالق حد ناطق بي باسم، ما خالق حد قد يتكلم عنه، ما هو احنا هو ما خالق ولا قال قد يتكلم عنه ولا قد يتكلم عن هاي العائله ولا عن حد. ما هاي العائله ما هو اولادي والله مناتي وامهم ولا لا شيء قاعد سوى منهم، لا ما خالق حد قد يتكلم عنه. اللي يبغى يخلق يخلق، ما يتكلم عنه رقاش، بالله اسرع منكم لا يتكلم عنه رقاش ولا يجينا رقاش، وحد جانا رانا لا نتفاهموا معه، لا يجينا رقاش، راه لا حد جانا صعود ولا يتكلم حد بس من قاع سوى منهم، ما يتكلم حد بس من باسم هاي العائله ولا بس من هاو اللي جانا، راه رانا صعود ولا يجينا رقاش ولا يتكلم بس من ولا يعدل شمهم على حسابنا ولا يبيعنا ولا يشرينا،
راني قايلها لكم محمديه منك يا هواري وهواري وزمرتك وعصابتك هواري بالله اشرع منك والعصابه معك بالله اشرع منك لا يجينا رقاش لا يجينا رقاش اسوى منهم او حد جاني يسوعوه يبغى عود كبير يبغى عود صغير وهذا وسووا الشريعه محمديه منكم طيبين اشرع منكم لا يجينا حد لا يكسر علينا حد ولا نقولوا ما قط جينا الحد ولا نجوا الحد طيب اشرعنا منكم وهذا والسلام. هذا بعد وكالات جاوني انا على الخاص وطالبين اهلهم عليهم يطرحوا في الجروب وراهم يطرحوا لكم فهمت وقطع عنهم لبيهات الشاكين قالوا عن هذا عن قضيه ولدهم اللي تنسرق وعنه له يلتعب حقهم وعنهم اذا ما هم قادرين. راي لكم واودياتهم سنتر.